هاي كيفكم اليوم؟ بيكون الفيديو طبعاً سويت لكم زي التصويت في المنتدى وش تبون الفيديو الجاي، وكثير حطوا تحدي يوم كامل بلون واحد، فاحترت الصراحة بين الألوان. في البداية كنت مفكرة بحط لون زيتي، بعدين قلت أسود، بس الحين قلت بجرب يكون يوم كامل باللون الأزرق. بسوي كل شيء اليوم باللون الأزرق، ف يلا إن شاء الله يعجبكم التحدي ويكون فيديو لطيف بسيط ممتع، ويلا خليكم مع التحدي. أول شيء بألبس هذا الهودي لونه أزرق، فبيكون هذا لبس اليوم. أبروح أتروش وبعدين أجيكم وأشوف الشيء الثاني وش بسوي باللون الأزرق. صراحة لحد الآن ما عندي فكرة وش الأشياء اللي بسويها باللون هذا، بس إن شاء الله إنه يعني يكون شيء ممتع وتحدي ممتع. بغسل وجهي بهذا الغسول ولونه أزرق بعد. الحين طلعت وخلصت، أجا وقت بمشط شعري، فقلت بحط هذه الربطة زرقاء بس مو واضح الحين لونها، المهم لونها أزرق فبحط بلبسها يعني، وبتعطر بهذا العطر. ريحته مرة حلوة يا بنات، مرة حلوة. وبرطب هذا الكريم. طيب الحين بغير خلفية جوالي، الخلفية زرقاء طبعا هذه خلفيتي، فبحط خلفية لونها أزرق. دخلت بنترست وبشوف وش الخلفيات الحلوة. في هذه لونها أزرق بس ما أحسها مرة حلوة، بشوف واحدة ثانية، هذه أحسها مرة حلوة فبحفظها وأحطها خلفية جوالي. وكذا صارت خلفية جوالي زرقاء. الحين جاء وقت أطلب أكل. الحين الساعة 1 مثل ما تشوفون فوق، فبطلب لي غدا. خلنا نشوف الحين وش المطاعم. طبعا بنختار مطعم لونه أزرق، فخلنا نشوف وش المطاعم موجودة. طبعا في هرفي، في كودو، فيها خلنا نشوف وش المطاعم. مش بعد، بس أحس إني أنا مشتهية كودو، ودي أطلب كودو، فبطلب من كودو. شو اختار؟ طبعا الصراحة أنا ما قد طلبت من كودو، بس بجرب كذا وجبة من عشوائي يعني بختار. في أحس إني ودي بشي حار كذا، حرارته حلوة. وفي هذه حار، بس هذه الحارة فبأطلبها. بأختار الحين وأجيكم. كذا اخترت خلاص بأطلبها. طلبت وخلاص الحين خلصت من التيمز، فبتابع مسلسل. وبما أن المسلسل اللي أنا أتابعه أصلا أغلبه أزرق وطب وفي المستشفى وكذا، فيكون مع التحدي حقي يعني، فبتابع الحين. تشوفون هذا المسلسل أغلبه أزرق في أزرق، فيعني داخل معنا في التحدي. الحين هذه المقدمة فمو بواضح، والمسلسل أغلبه أزرق في أزرق. شوفوا هنا هذا من البداية، اللون أزرق والساعة حقت زرقاء والإطار حق أزرق، كل شيء في الغرفة أزرق. طيب الحين بنختار كتاب اليوم، وش الكتاب اللي بقراه اليوم. طبعا أنا هذا الكتاب اللي أقراه هذه الفترة، وقلت ما راح أقرأ كتاب ثاني لما أخلصه، بس عادي معني بأقرأ من كتاب من الكتب. بنختار كتاب لونه أزرق ويكون كتاب اليوم والكتاب اللي بنقراه اليوم يعني، فبختار معكم. عندي كتب كثير لونها أزرق، بس بنشوف واحد منها ونختاره ونقرأ منه. فهذا ما راح نقرأ اليوم. عندي في هذا الرف 4 كتب زرقاء أو 5 بعد، هذا أزرق. في هذا وهذا وهذا، وفي هذا بس هذا جزء ثالث فما راح أقرأه يعني. جزء أنا شريت الجزء الثالث بالغلط، كنت أحسبه كتاب واحد، صار في جزئين قبله فعشان كذا ما قريته. وفي هذا، فيها هنا في الرف الثاني هذا وهذا لون أزرق. بس فبنختار الحين منها. أحس ودي رواية فباخذ هذه، بتكون رواية اليوم كتاب اليوم. ووصل الطلب.
الصراحة كان ودي يكون في الكوب نفسه حق المطعم، فهمتوا؟ عشان يصير أزرق بعد، بس جابوا لي هذا. وهذه الوجبة اللي طلبتها، يا رب يكون طعمها حلو لأن أول مرة أجربها يعني. فهذه بجربها وأقول لكم رأيي فيها، مع أن أحس شكلها يا شهي، إن شاء الله أنها بتطلع لذيذة. صراحة مرة يومي لذيذة لذيذة يعني، بس حرارتها ترى يعني مرة حارة، اللي ما يحب الحار لا ياخذها، بس لذيذة مرة. خلوني أسولف لكم وش بسوي الحين. الحين العصر، فالعصر وقت الرياضة، فبسوي رياضتي، وإذا خلصت بيكون جاء المغرب. إذا تو على باقي وقت على المغرب بكمل مسلسلي. المغرب وقت مذاكرة التحصيلي، فبذاكر. فهذه خطتي للحين يعني، والعشاء بيكون قراءة أو كتابة أو زي كذا يعني. بنسوي هذه الأشياء كلها باللون الأزرق يعني. الرياضة ما في شيء بالضبط، بس الملابس اللي بتكون باللون الأزرق، ما في شيء ثاني. بس يلا خلني أكمل مسلسل. المسلسل مرة حلو، الأحداث مرة تحمس، فخلني أكمله. سويت لي شاهي فحطيته في هذا الكوب الأزرق. خلصت مشي وأحس ودي أكتب، فبختار دفتر لونه أزرق من هذه الدفاتر. شفت أول دفتر هذا لونه أزرق، فباخذه. نختار قلم لونه أزرق. في هنا أقرب قلم اللي هو هذا لونه أزرق، مع أنه درجة يعني تختلف، بس أنه أزرق. وبس بكذا نكون انهينا فيديو اليوم. اتمنى عجبكم، اتمنى انكم استمتعتوا. انا عن نفسي الصراحة مرة استمتعت بهذا التحدي، وحسيت انه تغيير روتين وكذا. بحط لكم حسابي في سناب وانستغرام، اكون متفاعلة معكم هناك اكثر. الى اللقاء في فيديو قادم.